طيب تعالوا بقى نشوف كاف يعلن نسبة بيع تذاكر أمم أفريقيا بكوت ديفوار. أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف استمرار عملية بيع تذاكر كأس الأمم المقامة حاليا في كوت ديفوار وهتستمر حتى 11 فبراير المقبل. وذكر كاف عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أنه رغم وجود بعض مشكلات الطباعة في اليوم الأول من كأس الأمم الأفريقية بسبب عملية الشراء جماعية للتذاكر، ودي مشكلة كان ممكن يقسموا بيع التذاكر على أيام، في اللحظات الأخيرة طبعا الناس بتخش تشتري كتير، فإنه تم التعامل مع هذا الأمر على الفور. وأضاف يعمل النظام الحالي بشكل جيد وتم بيع أكثر من 60% كمان من التذاكر في منصة كاف الدولية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى ذلك أن هناك نقاط بيع لتذاكر في كل مدينة تستضيف الحدث أو المباريات. يعني طبعا ده فرق التنظيم، في مصر مش هتحس بالمشكلة دي، ما كانش فيه الكلام ده في مصر، عندك شركة التذكرتي وعندك الشركات الوطنية اللي بتقدم الحاجات دي بسهولة للناس وسيستم واضح ومفيش تلاعب في أي حاجة من الحاجات دي، والتذاكر بتطرح على مراحل، في مرحلة قبل البطولة وفي مرحلة أثناء البطولة وفي مراحل قبل المباراة بأيام، ده الطبيعي، الدول المتقدمة اللي زي مصر بتعمل كده. في للأسف الدول الأفريقية اللي هي أفريقيا السوداء، مش الدول العربية طبعا، تونس والمغرب والجزائر دول شمال أفريقيا كلهم برضو مميزين في الحتة دي، لكن الدول الأفريقية عندها مشكلة، يعني بتحاول تطور لسه، بيحاولوا يواجهوا التطور وبيحاولوا، ولسه قدامه مشوار طويل بالمناسبة على الموضوع ده. موضوع بيع التذاكر ده دلوقتي بقى أسهل ما يكون إلكترونيا يعني، وبقى في شركات كبيرة معروفة، احنا هنا عندنا في مصر شركة تذكرتي ميسرة كل الأمور دي بسلاسة جدا، وخلاص بقى في فان اي دي وبقى في ان انت تخش تسجل وتشتري تذكرتك من اي حتة، مش شرط بقى تروح لمكان، لكن لازم الدول الأفريقية تعمل زينا وتاخد التجربة عشان تعرف هي عندها مشاكل ايه وتصلحها. يعني لازم ياخدوا تجربة ان هم ينظموا بطولات بالشكل ده عشان يبداوا بقى يعرفوا الانظمه الموجوده دي ايه ويصلحوا العيوب اللي عندهم، وده شيء مهم بالمناسبه. كوت ديفوار طبعا هم فوجئوا، يعني هو بالنسبه لهم مفاجاه ان في ناس كتير جايه تتفرج وناس كتير جايه تشتري وبتاع، ده مش العادي عندهم اكيد. ولسه في الادوار النهائيه كمان هيبقى في مشكله كبيره، هيبقى في عدد كبير بيسافر يحضر الماتشات والكلام ده مش سهل عليهم ابدا. فبالتالي يعني نتمنى ان الموضوع من قبل الكاف يساعد في حله شويه مع دوله كوت ديفوار، لان هم عاملين طبعا اماكن في كوت ديفوار في كل حته فيها ماتشات، منافس بيع للماتشات نفسها، ودي غالبا بتطرح قبل الماتش بيوم او اتنين، خصوصا في بطوله بتتلعب بمعدل كل 3 ماتشات مصر، يعني لما بتعرف مين اللي اتاهل هيبداوا يشتروا. انما الكترونيا الموضوع اسهل من كده بكتير،